الصحة والجمال لون جديد للحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير أعزائي مشاهدي برنامج مستشارك الطبي في قناة الصحة والجمال. النهاردة معاكم الدكتور أحمد البربري، مدرس أمراض القلب بكلية الطب البشري جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. النهاردة أحب أتكلم على موضوع مهم جدا، هو الحمى الروماتيزمية والقلب. الحمى الروماتيزمية دي هي مرض منتشر في الدول النامية أكتر من الدول المتقدمة، وبيمثل مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، لأن هو بيأثر يعني بشقين، إن هو بيأثر على صحة الناس اللي بيجي لهم الحمى الروماتيزمية دي، وبيتكلف فلوس كتير جدا في أثناء علاج لو أثر على الصمامات أو كده في عمليات القلب المفتوح وكده. الحمى الروماتيزمية دي الأول نعرف إيه أسبابها. أسبابها إن هو حدوث التهاب متكرر بالحلق بميكروب السبحي، ده بيكون أجسام مضادة، الجسم بيكون أجسام مضادة للميكروب السبحي ده، وبيبدأ إن هو عشان يموت الميكروب، لكن هو في بعض الناس اللي بيشتبه الميكروب مع أنسجة في الجسم زي أنسجة القلب، وبيبدأ أكسيد الجسم المضاد يضرب صمامات القلب. فلو هو أثر على صمامات القلب بيبدأ يحصل ضيق أو ارتجاع في الصمامات، وبيبدأ يخش المريض يبقى مريض قلب مزمن، ويبدأ يبقى يعني زي يعني مريض طول عمره بالقلب. بالنسبة لتشخيص الحمى الروماتيزمية، تشخيص الحمى الروماتيزمية، هي الحمى الروماتيزمية مش بتأثر بس على القلب، هي بتأثر على القلب وبتأثر على المفاصل وبتأثر على وليها تأثيرات في الجلد، وليها تأثير كمان في على المخ، ان هي بتعمل حاجة اسمها الكورية. والكورية دي ان المريض او بيجي اكتر في الاناث، بتبقى البنات دول بيبقى اللي عندهم حركات لا إرادية غير اسمها بيربوزليس، يعني ملهاش هدف، فجائية. الحمى الروماتيزمية النشاط بتاعها أو أعراضها بتشتبه مع كثير من الأمراض العادية، اللي هي زي حرارة، سرعة ضربات القلب، هبوط، التهاب في الحلق. فممكن تشتبه مع أي مرض، وأهل الولد أو الطفل ده، هو طبعا الحمى الروماتيزمية بتيجي في سن أكتر من 5 ل 15 سنة، فأهل الطفل ده مش بيعرفوا إن هو ممكن تجيله حمى روماتيزمية أو لأ. انتشار الحمى الروماتيزمية أكتر في ريف مصر نتيجة قلة الوعي إن اللوز أو التهاب الحلق ده ممكن يجيب يأثر على صمامات القلب ويبقى بالخطورة الشديدة دي. فهو لازم نبقى عارفين إزاي نمنع الحمى الروماتيزمية. عشان نمنع الحمى الروماتيزمية لازم إن احنا أولاً ندي ثقافة طبية للناس كلها، عشان لما يلاقوا ابنهم أو بنتهم بيتكرر عليهم التهاب في الحلق أو التهاب اللوزتين أكتر من 3 مرات في السنة، يبدأوا يتجهوا لدكتور الأنف وأذن عشان ممكن يشيل اللوز دي. لازم إن هو ياخدوا بالهم جدا ويحافظوا على صحتهم في الشتاء من تكرار التهاب الحلق، لأن تكرار التهاب الحلق ده هو اللي بيجيب الميكروب السبحي اللي بيتكون له من جسم الأجسام المضادة اللي هتأثر على القلب. وعشان كده عملوا مضاد حيوي، حقنة اللي هي حقنة بنسلين طويل المفعول دي، بتتاخد دي هي ميزتها ان هي مش غالية، هي حاجة رخيصة جدا، بتتاخد كوقاية أولية أو ثانوية من الحمى الروماتيزمية. امتى يعني اليومين دول يعني الحمى الروماتيزمية دي تقريبا شبه ما عادتش موجودة في الدول المتقدمة. يعني الدول المتقدمة دلوقتي أمراض القلب فيها بتتمثل كلها في أمراض الشريان التاجي، لكن أمراض الصمامات نتيجة الحمى الروماتيزمية تقريبا اتلغت من الدول العالم المتقدم، وما عادتش غير في دول العالم النامي. فمصر بصدد دلوقتي إن هي عاملين
كذا مشروع قومي عن طريق جمعيات خيرية أو عن طريق وزارة الصحة إن هي يلغوا عشان القضاء على الحمى الروماتيزمية. أهم حاجة في المشروع ده إن هو إن احنا نوعي الناس إن تكرار التهاب الحلق ممكن يؤدي بدل ما هو شوية سخونية وهتروح أو شوية حرارة وهتروح هتؤدي إلى صمام في القلب وعملية قلب مفتوح، والطفل ده يبقى طول عمره مريض بالقلب وحياته تتأثر بذلك تأثر شديد جدا. فالمشروع ده بيهدف في الأساس إلى التوعية، لأن منع حدوث الحمى الروماتيزمية منعه مش حاجة صعبة، ده هي مجرد ان احنا ناخد حقنة بنسلين طويل المفعول كل شهر ده بيمنع الموضوع ده. في بعض الناس بتسرف في استخدام بنسلين طويل المفعول، وفي بعض الناس بتقلل من الاستخدام من بنسلين طويل المفعول. اولا بنسلين طويل المفعول ده لازم نبقى عارفين ان هو منه حساسية لبعض الناس، فما يتاخدش غير بعد عمل اختبار حساسية بحد عنده خبرة في كده، يعني عارف شكل الحساسية دي ايه، بيدي نص سنتي تحت الجلد ويشوف تأثير الحقنة ايه، لو طلع ما فيش حساسية بندي. المفروض انا عشان اشخص حمى روماتيزمية هناك بعض الكثير من الأطباء اسمه الطبيب العام بيشخص حمى روماتيزمية مجرد ما بيلاقي تحليل اسمه سرعة ترسيب عالي، أو مجرد ما بيلاقي اللي هو تحليل الميكروب السبحي في الدم عالي، هو ده ما يشخصش حمى روماتيزمية يا جماعة. ده هو يعني ممكن يبقى موجود لكن لا يشخص حمى روماتيزمية. الحمى الروماتيزمية ليها تشخيص معترف به دوليا، هو ان في حاجة اسمها الخصائص الميجر اللي هي الكبرى والخصائص الصغرى، لازم الاقي خاصيتين من الخصائص الكبرى او خاصية كبرى مع اثنين صغرى. الخصائص الكبرى دي ان هو يكون مأثر على القلب بكل طبقاته، يعني عضلة القلب او الصمامات او الغشاء التاموري المحيط بالقلب، ويكون مؤثر على المفاصل في الجسم، ويكون دي كلها الخصائص الكبرى اللي هو التهاب القلب والتهاب المفاصل والتهابات جلدية معينة، واللي هو بيأثر برضو على المخ اللي هو المرض اسمه كوريا. لازم ألاقي اتنين من دول عشان أقدر أقول إن المريض ده مصاب بحمى روماتيزمية، أو إن أنا ألاقي واحدة من دول وحاجة من الماينور اللي هم الخصائص الصغرى دي. الخصائص الصغرى ان هي ارتفاع في درجة الحرارة، سرعة بضربات القلب، زيادة سرعة الترسيب، حاجات اللي هو الألم في المفاصل، كل دي اسمها الخصائص الصغرى. محمد مجيزة اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك دكتور، بس انا عندي اخويا الصغير عنده 16 سنه، تمام، فدايما تيجي له اللوز، يعني مثلا كل شهر ونص كده تيجي له مره، كل 3 اشهر تيجي له مره كده يعني. فتنصحني بيه حضرتك مثلا نعمل له عمليه ولا نمشي بعلاج دوائي زي كل مره ولا ايه بالظبط؟ هو الحقيقه اللي بيتكرر عليه اللوز انا يعني انصحه ان هو لازم يشيلها، لازم يشيل اللوزتين دول، وان هو يطمن على القلب بفحص موجات صوتيه على القلب، نشوف هل جاله ساعات. مش لازم الحمى الروماتيزميه تظهر في صوره اللي هي اتنين اللي هي الخصائص الواضحه قوي دي، فاحنا مش هنخسر حاجه برضو لما نطمن على القلب بموجات صوتيه على القلب، او نروح لدكتور قلب يقول لنا ان القلب كويس، لان الحاجه في اولها بتبقى سهله لكن هي لما بتتاخر بتبقى صعبه. واحب برضه اقول ان في جمعيات خيريه زي جمعيه قلوب مصر كانت عامله زي دراسه على طلبه المدارس بتكتشف منهم الناس اللي عندهم روماتيزم على القلب، فكان في القليوبيه 8% من الطلبه عندهم روماتيزم في القلب، مش يعني اصل الروماتيزم مش لازم، ممكن قلنا يجي في المفاصل، يجي في الجلد، يجي في المخ، لكن ده روماتيزم في القلب، ودي نسبة كبيرة جدا، نبقى 8% من الطلبة بتوعنا اللي هم من سن 5 ل 15 سنة اللي المفروض هيبقوا هم المستقبل يبقى عندهم القلب ويعملوا عمليات قلب مفتوح ويفضلوا طول عمرهم مرضى ويعانوا. وبالرغم زي ما انا قلت ان الوقاية سهلة جدا جدا جدا، الوقاية مش صعبة يا جماعة، الوقاية مش صعبة.
هي المهم في الوقاية التوعية، زي ما الـ 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 الأخ اللي كلمني دلوقتي، هو لما يعرف إن اللوز ممكن تجيب القلب ياخد باله ويتجه للدكتور فورا، عشان هو الدكتور يبدأ يعالجه. ولو الدكتور شاف إن هو كان جاله حمى روماتيزمية هيبدأ يديله حقن الطويل المفعول دي عشان يقي نفسه من حدوث مرض الصمامات القلب. اللي انا عايز اقوله بقى هنا ان مش ان امراض صمامات القلب، مش كل امراض صمامات القلب متساويه، يعني في درجات من التاثر الصمام. يعني مثلا في ضيق في الصمام او ارتجاع في الصمام، ده في منه اللي هو الدرجه الصغيره والدرجه المتوسطه والدرجه الشديده. الدرجات دي على اساسها بيتوقف علاج مريض القلب. في بعض الأطفال بيجوا بيروح الدكتور يلاقي عندهم مثلا ارتجاع بسيط في الصمام، فهو بيبدأ طول عمره يقولك ان انا مريض قلب. ارتجاع بسيط ده بيبقى الحقيقة حاجة بسيطة وملهاش قيمة طالما مش بتزيد. يعني هو علاجها او النصيحة بتاعتها ان احنا بناخد بنسلين طويل المفعول عشان ان هو الروماتيزم ما يرجعش تاني، وان احنا بنتابع الموضوع ده عشان ما يزيدش، لان هو لو زاد ممكن يحتاج لعلاج دوائي او تدخل جراحي. لكن الارتجاع البسيط يمارس حياته عادية، يعني يدرس يتزوج يلعب يعمل اللي هو عايزه كله، لان هو مش كل مريض قلب زي التاني. زي ما اتفقنا ان في درجات من امراض القلب، في يعني الدرجات دي بتتوقف عليها خطة العلاج اللي بنبنيها. وفي برضو لما بنوصل بقى في الاخر الى ان الحالة تبقى شديدة، الحالة الشديدة دي بنبدأ ان احنا ممكن نلجأ للتداخل، التداخل عن طريق القسطرة او التداخل الجراحي. التداخل عن طريق القسطرة ان في حالات معينة من ضيق الصمام المترالي بيتوسع الصمام ده بالبالونة. طبعا التوسيع بالبالونة ده شيء مكلف جدا، كان اوفر وافضل واحسن ان احنا اللي هو يبقى فيه مشروع قومي للقضاء عليها قبل ما تيجي، يعني ان احنا نحافظ على اولادنا من حدوث روماتيزم في القلب عن طريق ان احنا نقيهم من ذلك، بان احنا نديهم ارشادات نحافظ عليهم من حدوث التهابات متكررة في الحلق، ان احنا ممكن نديلهم حقنة بنسلين طويل المفعول كل شهر، وديت هتقيهم من تكرار او حدوث الروماتيزم اللي في القلب. في بعض العيانين اللي هو بيبقى لهم خصائص معينة في تشريح الصمام ما ينفع لهمش البالونة والتوسيع، بيلجأوا الى عملية قلب مفتوح، ودي حاجة مش صغيرة بس هي لابد منها طبعا. يعني في بعض الناس اللي بتخاف من عملية القلب المفتوح ان هي تغير الصمام او كده، دي بتصل في الاخر ان هي يعني مبقاش لها علاج خالص، يعني العضلة تضعف، والعضلة لو ضعفت مبقاش ليها علاج. بعد كده ان احنا يعني احب انوه برضو ان في حاجة اسمها النشاط الروماتيزمي، ان النشاط الروماتيزمي ان بيبقى في الحالة الحادة للصمام، الحالة الحادة في حدوث اللي هو المرض الروماتيزم بيبقى في التهاب شديد في المفاصل بتوجع جدا، بيبقى القلب مش قادر يقوم بوظائفه كاملة، بيبقى فيه نهجان، بيبقى فيه ارهاق، بيبقى فيه هبوط، بيبقى فيه حرارة. ده بيتعالج بحاجة اسمها بالاسبرين. بالاسبرين ده بيبقى العلاج الرئيسي بتاعها بكميات معينة، والاسبرين ده بيتاخد في الحالات دي ممكن يحافظ على القلب ويحافظ على المفاصل وترجع تاني لأصلها تماما. لو ما استجابتش ساعات بندي كورتيزون، بس ده في حالات النشاط الروماتيزمي، حالات النشاط الروماتيزمي. هنا ممكن بقى بعد ما النشاط الروماتيزمي ينتهي نفاجئ ان اثر على صمام في القلب بعد فتره، نلاقيه بيزيد كل فتره الصمام ده. والصمامات دي لما بتزيد وكده بتؤدي الى ان القلب ما يقدرش يقوم بوظائفه بصوره كويسه، فبالتالي المريض ده بيبدا يشتكي من اول اعراض اللي هو الصمامات القلب اللي هي النهجان. يعني يبدأ ان هو لما يقوم بأي عمل
اقل من المعتاد يبدا ان هو ينهج، والنهجان ده بيؤدي بيه ان هو مش قادر يمارس حياته بصوره كويسه، فبيبدا يلجا للاطباء. فهي الرساله اللي احب اوصلها لكل الساده المشاهدين ان ياخدوا بالهم جدا 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 من ابنائهم ومن تكرار التهاب الحلق. يعني حتى لو طفل شايل اللوزتين ممكن يحصل التهاب للحلق نفسه، فاحنا ناخد بالنا جدا بالمحافظه، المحافظه ان احنا ما نتعرضش. معانا اتصال من ام ايه. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا دكتور. ايوه يا ام ايه. قولي. انا كشفت يا دكتور وقال لي عندك ارتجاع في الصمام المثالي بنسبه يعني بنسبه متوسطه. اديني علاج للكوليسترول واسبرين. ايوه. ومضر للبول. انت عندك كام سنه؟ وعندي بقى ونسبة الكوليسترول عالية عندي جدا والدهون الثلاثية. انت عندك كم سنة؟ 48. وانت اول مرة تشتكي في السن ده ولا كنت بتشتكي قبل كده؟ لا بعمل مجهود جامد واول مرة حسيت بنهجة وهو تاخد نفسي كده. الدكتور اللي قالك ده قالك انت عندك الارتجاع ده سببه روماتيزم ولا سببه حاجة تانية؟ لا قال لي سبب الكوليسترول الزايد والدهون الثلاثيه. قال لك سبب الكوليسترول الزايد هو الارتجاع في الصمام المترالي؟ ايوه يا دكتور. ايوه. طيب هو حضرتك الارتجاع المتوسط هو عمل لي رسم قلب واشعه تلفزيونيه برضه. الاشعه التلفزيونيه دي قالت لك ان في ارتجاع في الصمام المترالي بس مش نتيجه روماتيزم. بصي حضرتك، هو يعني خطه العلاج بتاع حضرتك ان انت هتتابعي كل فتره برضه باشعه موجات صوتيه على القلب، الفتره دي بتتراوح من 6 شهور لسنه، بنشوف هل الصمام ده الارتجاع ده بيزيد ولا مش بيزيد. الارتجاع ده لو هو عامل اعراض بتبداي تاخدي علاج مدرات بول وكده. يعني هو عشان الكوليسترول يؤدي الى ارتجاع في الصمام، انا مش كلام مظبوط قوي. الكوليسترول ممكن يؤدي لارتجاع في الصمام المترالي لو هو عامل تصلب شرايين وعامل ذبحه صدريه فمؤثر على شرايين القلب، فممكن يعمل ارتجاع في الصمام المترالي. فيبقى الاساس عندنا الذبحه مش الارتجاع الصمام، يعني بيبقى العلاج متجه الى الذبحه. لكن ان هو كوليسترول يعني هو ممكن يكون كوليسترولك عالي فبيديك علاج ليه، ما هو ده شيء منطقي. لكن الارتجاع زي ما قلت لك كده ان انت بتتابعي من كل 6 شهور لسنه عشان تشوفي الصمام ده الارتجاع ده هيزيد ولا مش هيزيد. وبعد كده ان انت برضو بدل برضو في نصيحه ان انت لو هتعملي عمليات او بتعملي حاجه في اسنانك او كده برضو بتراجع دكتور القلب عشان ممكن يديلك بعض الادويه المضادات الحيويه عشان تمنع التهاب الصمام ده، لان بيحصل التهاب صمام المريض بيحصل سهل قوي عن الصمامات السليمه. واحب برضو احنا النهارده يعني الحقيقه في درجات الحراره العاليه جدا دي، يعني الحراره الحقيقه يعني يعني انا بشوفها في العربيه 43 درجه ودي احنا اول مره نشوف الكلام ده. النصيحه ان هو صغار السن وكبار السن لو حصل لهم جفاف يعني الجفاف ده خطر جدا 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 عليهم، وممكن ما يحسوش بكده، بيحصل لهم لخبطه في الاملاح والايونات والميه، فممكن يعني يفقد الوعي او كده. ايوه. فهو طبعا انصح الناس ان هي يبقى في تهويه جيده وان هم يشربوا ميه كويس جدا 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 في الايام دي، وطبعا ما يقعدوش في الشمس المباشره. بالنسبه لمرضى القلب نفس الكلام، زائد ان هو الحر الشديد ممكن يؤدي بينا لحدوث جلطات في اي مكان، جلط لانه بيزود كثافه الدم او لزوجه الدم، فناخد بالنا من ان احنا نشرب سوائل كتير جدا جدا جدا. وقبل ما اقفل البرنامج النهارده ان احنا لكل الساده المشاهدين تاخدوا بالكم من اولادكم جدا جدا جدا. اي حد فيهم يجي له التهاب في الحلق بصوره متكرره لازم يتجه فورا لدكتور الانف واذن عشان يشوف علاج وقاطع لقصه الالتهابات المتكرره
دي، وعشان كمان ويروح لدكتور قلب يشوف هل القلب بتاعه تأثر ولا ما تأثرش. واحب اقول برضو ان هو معظم اللي بيجي لهم روماتيزم في القلب بيبقوا مثلا اللي هو نتيجة يعني سوء التهوية في المنازل، الفقر، ان هو مش عارف ياكل كويس فبالتالي مناعته مش كويسة، ان الاهل مش عارفين يعني ايه التهابات ولا يعني ايه دكتور. فدي الرسالة اللي بنوجهها لكل السادة المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للتواصل مع قناة الصحة والجمال، الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.